السعر جالي زي كده دي هتبقى ب 25 جنيه دي ب 45 جنيه برضه هتبقى عامله 25 جنيه حاجه زي كده ب 20 جنيه برضه 25 جنيه ووتر بروف بوصلة الشحن 65 جنيه دي هتبقى برضه ب 25 جنيه وانها عامله 25 جنيه هتبقى ب 25 جنيه برضه هتبقى ب 25 جنيه اي سعر جالي منهم هتبقى عامله 25 جنيه 25 جنيه سعر جالي دي برضه عامله 25 جنيه تبقى ب 27 جنيه سعر الحليمي دي ب 27 جنيه دي هتبقى ب 27 جنيه دي برضه 60 جنيه برضه هتبقى ب 27 جنيه والساعه دي برضه هتبقى ب 27 جنيه تبقى عامله 8 جنيه برضه هتبقى ب 27 جنيه الساعه دي هتبقى عامله 35 جنيه يا بلاش والله العظيم تحفه دي برضه هتبقى ب 27 جنيه دي برضه 27 تحفه عامله كام يا محمد دي دي هتبقى ب 45 جنيه تبقى معانا برضه ب 45 ادي هتبقى عامله 25 جنيه ساعه مغناطيس عامله 20 جنيه ساعه ديجيتال ب 30 جنيه دي برضه عامله 30 جنيه ساعه 30 جنيه ساعه السمارت ب 30 جنيه دي ب 35 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند مكه كل ما يخص الساعات رجالي وحريمي واطفالي والاسعار بادئه معانا من اول 8 جنيه ركزوا معايا لان الاسعار النهارده تعتبر ببلاش وما اقول لكم ببلاش اعرفوا ان الاسعار هنا في المكان ما تتقارنش باي مكان تاني النهارده هنشوف معانا كل اشكال الساعات اسعار الجمله وهتزيد القطاعي 5 جنيه عن سعر الجمله العنوان متصور اخر الفيديو هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ما تنسوش لايك وشير ويلا بينا نشوف عروضنا هنا الساعات بجد اسعارها ببلاش يعني كل دي ساعات اسعارها جمله الجمله هنبدا بايه معانا يا محمد الاسعار رجالي هتنزل لنا منها عشان مش هنشوفها كده الاضاءه ضربة فيها ساعات الرجاله سعر واحد صح كده؟ يعني السعر جالي زي كده دي هتبقى ب 25 جنيه، انا عايزه اقول لكم هتزودوا 5 جنيه على كل قطعه بنقولها، والجمله بتبدا من اول 3 قطع في الموديل الواحد، تمام كده؟ دي هتبقى ب 25 جنيه، انا على الكلام اللي هقول لكم ده تزودوا 5 لو هتاخدوها قطاعي، بصوا حاجه زي كده دي برده هتبقى عامله 25 جنيه، تمام؟ بصوا ساعه زي دي برده 25 جنيه، وفي شحن صح؟ في شحن شحن للكميات بقى مش للقطع لا اي حاجه يعني لو عايزه كذا قطعه تشحنها ما هو الشحن بيبقى على العميل طب تمام شحن قطاعي دي هتبقى ب 25 جنيه ساعات شياكه والله العظيم تحفه بصوا حاجه زي كده برده دي هتبقى برده ب 25 جنيه تحفه دي برده بصوا انا عايزه اقول لكم دي في منها الالوان بتاعتها يعني ده لون وده لون اهو دي بالوانها عامله 25 جنيه تمام ايه الجمال ده انا عايزه اقول لك تحفه والاستيك بتاع حكايه الساعه القمر دي هتبقى عامله 25 جنيه تمام بصوا الجمال ده دي برضه هتبقى ب 25 جنيه قطاعي يا جماعه الاسعار دي كلها هتزودوا 5 جنيه على القطاعي دي جمله 25 هتزودوا 5 اشكال كتير جدا ولا يمكن انا عشان بحب البنيات فشكلها تحفه حلو قوي دي برضه هتبقى ب 25 جنيه قيسوا على ده مليون موديل رجالي 25 بصوا كل الموديلات اللي فوق دي اي سعر جالي منهم هتبقى عامله 25 جنيه في اشكال تانية نشوفها يا محمد في الرجالي ولا في اكتر من 100 موديل في اكتر من 100 موديل رجالي موجودين على التليجرام تمام بصوا دي برضه هتبقى عامله 25 جنيه سعر جالي اهي دي ب 25 جنيه هتعبك معايا يا محمد بصوا حاجه لونين زي كده ودي برضه عامله 25 جنيه دي تحفه حلوه جدا تسلم ايدك اي ساعه من دول بقى 25 معانا الحريمي اسعارها عامله كام؟ 27 جمله 27 جمله هتزود 5 برضه يعني هتبقى ايه ب 32 قطاعي صح كده؟ يعني بصوا الساعة دي هتبقى ب 27 جنيه، ساعة الحريمي دي ب 27 جنيه. دي اللي هي الفيرني، الاستيك بتاعها فيرني لميع، ودي هتبقى ب 27 جنيه. فيرني شكل تاني، أنا عايزة أقول لكم الأشكال مختلفة، ودي برضه هتبقى ب 27 جنيه. كله أسود. بصوا كل ده ب 27 جنيه، حلو قوي قوي قوي. خلاص يا أبيض يا أسود. 27 جنيه حلو قوي تسلم ايدك كل درجات كل درجات الالوان متاحه حلوه جدا دي 27 بصوا القمر البينك دي برده بصوا الساعه دي برده هتبقى ب 27 جنيه هتزودوا 5 للقطاعي انا عمال اذكر ايه 5 بتزيد فرق بين الجمله والقطاعي دي برده هتبقى ب 27 جنيه حلوه جدا ارقام التليفونات بتاعه المكان موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه واحنا شغالين بصوا الجمال ده برده دي برده هتبقى ب 27 جنيه حلو قوي قوي دي لا بصوا القمر دي برده دي برضو 27 تحفه كبير ده 30 ده 30 طيب تمام دي برضو هتبقى ب 27 جنيه حلوه قوي دي برضو كل ده عرض 27 45 طيب. معانا ايه تاني معانا حاجه زي كده بقى اللي هي الكبير شويه الكبير ده يبقى ب 30 يبقى 35 قطاعي ده الجوتشي دي عامله 30 جنيه تمام في ايه تاني معانا الوانها بقى كلها كل الوانها لا والوان واشكال يعني دي جوتشي دي ساده
كل ده يبقى عامل كام؟ قلنا 30 جنيه. الساعه دي ب 30 جنيه، هتزوده 5 للقطاعي، ساعه زي كده برده هتبقى عامله 30 جنيه. بصوا معانا دي برده، دي برده عامله 30 جنيه، حلوه قوي دي. والام كي دي برده ب 30 جنيه. والحاجات اللي هي المعدن دي، المعدن كلها 45 جمله، دي 45 جمله. بصوا المعدن دي يا جماعه تبقى ب 45 جنيه، جمله يبقى 50 قطاعي، تمام، بتزود 5. بصوا الابيض والاسود بتاعها، ودي هتبقى عامله 45 جنيه، تمام. المعدن زي كده برده، كل ده هيبقى 45 جنيه، تبقى معانا بس اي 45 جنيه. حاجه معدن زي دي برده، اشكال كتير جدا، دي برده ب 45. الابيض والاسود بتاعها 45 جنيه، حاجه زي كده برده ب 45. الحاجه اللي زي كده دي برده هتبقى ب 45 جنيه. دي يا جماعه اسعار الجمله، زودوا 5 للقطاعي. معانا الشغل بقى المغناطيس بكام؟ ب 20. يعني اي ساعه مغناطيس من دول ب 20؟ بصوا ساعة مغناطيس عاملة 20 جنيه، دي بلاش، حلوة جدا دي. بصوا الموف بتاعه والكحلي اهي، بصوا الساعة المغناطيس دي هتبقى عاملة 20 جنيه، هتزيد 5 للقطاعي تبقى 25، تمام. في معانا بقى الديجيتال، ديجيتال كله تاتش، عاملة كام الديجيتال؟ عايز أقول لكم عندي منها واحدة رهيبة، نفس اللون ده، عاملة كام دي؟ عاملة 30 جنيه 35. تمام، الديجيتال دي هتبقى عاملة 30 جنيه، ساعة ديجيتال ب 30 جنيه. حلو قوي، هتزودوا 5 للقطاعي. في ديجيتال رجالي ولا مفيش؟ زي كده كل ده ديجيتال، ده ديجيتال برضه. عامله كام الديجيتال دي برضه؟ 30 جمله، دي ب 30 جنيه. بصوا عشان تبان معانا متجمع، اه الديجيتال دي هتبقى عامله 30 جنيه، تمام، بس دي متجمع، دي برضه زي بتاعت الحريمي بس متجمعه برضه. دي برضه عامله 30 جنيه، الساعه ديجيتال ب 30 جنيه، بس تمشي شبابي شويه، محيرات، تمام. في الاحمر بتاعها برضه يعني الوانها كلها، الوانها كلها متاحه، كل ده ب 30 جنيه. طب ودي؟ لا عايزاها اشوفها دي بعد اذنك، اشوفها دي اللي هي الايفون، زي الايفون تفاحه الابل، دي عامله كام دي؟ 35 جنيه، دي ب 35 جنيه. الساعه دي يا جماعه ايه؟ ساعه ديجيتال عامله 35 جنيه، ده هتبقى 40 قطاعي، صح كده؟ تمام. في ايه تاني معانا في الساعات؟ سمارت، بصوا دي السمارت عامله كام؟ 30 جنيه، الساعة السمارت ب 30 جنيه، تمام. وفي الحاجات الرجالي دي برضو زي اللي احنا شفناها، ام 30 ديجيتال، والرجالي دي عاملة كام؟ دي الكسوراي، ده حاجة ضد التشطيف، ساعة وتاريخ، ده تعمل 60 جملة، دي ب 60 جنيه، حلو قوي دي ب 60 جنيه، عاملة زي الماركات، صح؟ تمام، ماركات ب 60 جنيه، تبقى 65 قطاعي، تمام، دي ب 60 جنيه يا جماعة، حلوة جدا دي، الساعة الماركات دي هتبقى ب 60 جنيه، دي ضد المية ولا إيه؟ تشطيف، تشطيف بس، تمام. إيه الجمال ده؟ بصوا الساعة القمر دي هتبقى عاملة 60 جنيه، حلوة جدا دي. حاجة زي كده 45. بس إيه الشياكة دي؟ بصوا الساعة القمر دي هتبقى ب 45 جنيه، طب والله تحفة، حلوة قوي قوي. ودي جديدة. 35 طلقات، ساعة طلقات. طلقات، اسمها كده. اه اسمها ساعة طلقات. ساعة طلقات، قلنا عاملة كام؟ 35 جنيه. الساعة دي هتبقى عاملة 35 جنيه، يا بلاش والله العظيم تحفة. الوانها كلها زي ما انتم شايفين، اي ساعه من دول عامله 35 جنيه، تمام، حلو قوي قوي. انا عايزه اقول لكم تشكيل الساعات هنا رهيبه جدا، والاسعار دي كلها اللي قلناها هتبقى جمله، هتزودوا على كل قطعه 5 جنيه. هنكمل مع بعض بقى المحافظ الرجالي في ساعات تاني. لا والله الجمال ده، بصوا الساعه دي هتبقى عامله 25 جنيه، حلو قوي قوي دي. اتفضل، بصوا ساعة زي كده برضه هتبقى عاملة 25 جنيه، دي يا بلاش، الساعة دي ب 25 جنيه، هزودوا 5 القطاعي، صح؟ تمام، الساعة دي برضه هتبقى ب 25 جنيه، هتبقى ب 30 قطاعي، يعني أنا بس دي المعدن، دي المعدن اللي احنا شفناها هناك، ودي برضه 25؟ لا دي عاملة 60، دي ب 60 جنيه، الساعة دي هتبقى ب 60 جنيه، 65 جملة، الساعة دي تشطيف، يعني لو حد بيغسل إيده وجه عليها مية عادي خالص، والوضوء برضه تبقى عادي، تمام، اتفضل. دي بكام برضه؟ كاسوراي برضه، دي ب 60 جنيه برضه، دي عاملة 60؟ دي 60 جنيه. الساعات اللي احنا قلنا 25 اللي هم دول؟ التلاتة دول. طب بصوا لي بقى، اي ساعة من اللي انت شايفينها دي هتبقى عاملة 25 جنيه، الاسعار دي ما تتفوتش بجد، عرض جامد جدا النهاردة عند مكة، عملنا عروض حلوة قوي قوي قوي. والساعة اللي هي الطلقات دي جديدة برضو معانا، ساعة زي كده عاملة كام؟ 35، دي ب 35 جنيه، معانا عرض ساعات جامد جدا النهاردة. ساعة جديدة برضو، الساعة دي تنفع هدية قوي، تسألنا في العلبة نشوفها الأول، عاملة كام الساعة القمر دي؟ عاملة 125 جنيه، دي هتبقى ب 125، يعني 130 قطعي، صح؟ 125 جنيه، ساعة زي كده هدية تحفة. طلعها لنا بقى ساعة كده نشوفها منها، ده دي بال اه
بصوا يا جماعه الكتالوج مش ضمان، ده كتالوج. بصوا الساعه دي يا جماعه اهي، الساعه دي بالضمان بتاعها ب 125 صح؟ تشطيف. الساعه دي يا جماعه ضد الميه ب 125 جنيه بالضمان، تشطيف يعني زي الوضوء، غسل الايد، حاجات زي كده ب 125 جنيه. حلوه جدا دي وشكلها شيك وجديده قوي، 125 سمين. تمام. في معانا تشكيله جامده جدا من الساعات اللي هي دي، عامله كام اللي معاها السيوله دي بكامل؟ دي 60 جنيه طقم، دي ب 60 جنيه الطقم ده، عامل 60 جنيه. الساعات اللي فوق ب 40 جنيه، الساعات دي هتبقى ب 40 جنيه. بس الاسعار دي يا جماعه اسعار الجمله القطاعي هيكون ليه سعر تاني هيزيد 5 جنيه صح كده؟ دي ماركه مونت بلانك، عامله كام دي؟ 56. دي ب 56، ب 56 جنيه يعني هتزيد تبقى ب 61 تمام، او 60 يعني 55 جنيه، دي هتبقى ب 55 جنيه ماركات. حلو قوي. بس هنا بيقول لكم بالجنيه عشان المكان اصلا جمله، فاللي هيجي ياخد جمله هيتحسب له الجنيه بقى تمام، عشان هنكون معانا خمسه. الجنيه قبل ال 65، بس اللي هياخد قطاعه هتاخدها ب 60 تمام. في ساعات تاني معانا، انا شايفه هنا ساعات حاجات دي تاتش ولا دي ايه؟ دي ديزل تاتش. ديزل تاتش عامله كام دي؟ عامله 75. دي ب 75 جنيه ديزل تاتش، 75 ب 75 جنيه، هتاخدها ب 80 قطاعي بس 75 جمله تمام. حلوه جدا دي. في معانا هنا ميداليات وساعات تانية ما شاء الله اللهم بارك، حاجات كتير جدا هنا. ساعات الاطفال دي عامله كام؟ 20 امبارح اللي فيها الاسكان. بصوا في ساعات اطفال بس دي الباكت على بعض ب 96 جنيه، يعني الساعه تبقى عامله 8 جنيه تمام. الساعه معانا عامله 8 جنيه. طب والساعات اللي زي كده الرقميه دي؟ 35. دي ب 35 جنيه. الساعات دي دي هتبقى ب 25 جنيه، بس دي للجمله قطعي هتزيد معانا 5 جنيه تمام. معانا برضو هنا كل كل الشنط الرجالي، الشنط الرجالي يعني حاجه زي كده عامله كام يا محمد؟ دي هتبقى ب 60، هنزود خمسه برضو للقطاعي تمام، اللي هي زي دي برضو ده لون تاني، دي برضو 60 جنيه تمام. في الجنس بتاعها عامله كام؟ ده ب 45 جنيه. الوتر بروف يا وصل الشاحن تمام، الوتر بروف بوصل الشاحن 65 جنيه، اللي هي دي بالوانها برضو تمام. في معانا اللي هي الجيب الكبيره عامله كام دي؟ عامله 120. بصوا الجيب دي هتبقى عامله 120 جنيه، انا بديكوا لمحه سريعه، هسيب لكم لينك التليجرام تشوفوا كل الاشكال. وحاجه زي كده عامله كام؟ 120 هي هي تمام. المحافظ برضو انا عايزه اقول لكم كل الشنط موجوده هنا، شنطه اللابتوب دي عشان نبقى جبناها برضو معانا، عامله كام اللابتوب؟ دي ب 240 جنيه شنطه اللابتوب. والمحافظ دي عامله كام؟ تبدأ من 20 جنيه. هنزود خمسه لقطاعي صح؟ لو هياخدوا ثلاثه من نفس النوع هتبقى ب 20، حاجه زي كده ب 20 جنيه. دي برضه هتبقى عامله 20 جنيه، انا عايزه اقول لكم اشكال المحافظ كتير، كلها 20؟ 45. دي ب 45 جنيه، دي عامله 45، حلوه قوي. 45. ودي برضه المحفظه دي برضه هتبقى ب 45 جنيه. حريمي بالوان 45 جنيه. كل ده 45، تمام، الالوان كلها متاحه 45، والحاجات اللي زي كده الرجالي؟ 55. 55 هتزودوا خمسه للقطاعي، اهو الجيب دي. دي ب 40 جنيه تمام. تعبتك معايا يا محمد وشكرا جدا. احنا النهارده كنا فين؟ كنا عند مكه، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو، ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا موجودين فين؟ في القاهره في شارع بورسعيد. اللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر. لو انتوا جايين من العتبه هتبقى اقرب محطه مترو ليكم العتبه، وتركبوا ميكروباص قولوا عايزين ننزل عند جامع البنات. جامع البنات اللي انا عامل لكم عليه زوم ده هينزلكم تحت كوبري الازهر زي ما انتوا شايفين كده. هتفضلوا ماشيين في شارع بورسعيد لحد كوبري المشاه اللي انا بصور لكم من عليه دلوقتي، ده اسهل عنوان ليكم. وبصوا زي ما انا بعمل لكم زوم كده هتنزلوا عند كوبري المشاه، هنلف كده على طول. لو انتوا جايين كمان من درب البرابره، بصوا هلف لكم كمان هنا، ده درب البرابره برضو من قلب العتبه. لو جايين من درب البرابره هتخرجوا من عند سنتر السني اللي انا بعمل لكم عليه زوم ده الشارع بتاع درب البرابره. انا بديكم علامات مميزه وكل الطرق. هنزل بقى اكمل تصوير من تحت كده، احنا هنمشي لحد محل عصام عمر اللي عملت لكم عليه زوم ده في قلب شارع بورسعيد زي ما انتم شايفين. هنزل اكمل تصوير من تحت واوريكم كمان، ده محل عصام عمر اللي مشينا لحده. احنا جينا دلوقتي من عند جامع البنات وكوبري الازهر، هنفضل ماشيين لحد عصام وعمر، هنلف نلاقي في ظهرنا ده كوبري المشاه اللي كنت بصور لكم من عليه دلوقتي.
قلت اصور من فوق عشان يبان معاكم ويوضح العنوان، ولو انتوا جايين من محطه مترو باب الشعريه هتيجوا من قدامنا من هنا، هتفضلوا ماشيين برضو من عند محطه مترو باب الشعريه لحد كوبري المشاه زي ما انتوا شايفين كده. انا بديكوا كل الطرق اللي توصلكم عند ممر الشابوري. احنا هندخل من جنب عصام عمر ومن جنب كمان سلم المشاه زي ما انتوا شايفين، وهتسالوا على ممر الشابوري كمان هتوصلوا. هنمشي من جنب كده كوبري المشاه زي ما انتوا شايفين لحد ما هنقابل محل الزعيم. محل الزعيم ده بتاع ملابس زي ما انتوا شايفين، احنا هندخل من جنبه على طول، ده اسمه ممر الشابوري. هندخل ونفضل مكملين كده زي ما انتوا شايفين، انا بحاول اديكوا علامات مميزه هتخليكم ما تسالوش اي حد وتوصلوا بكل سهوله. هنعدي ونمشي على طول لحد اول ممر يمين يقابلنا. اول ممر يمين هيبقى ممر ضيق زي ما انتوا شايفين هوريهولكم دلوقتي. الممر ده بتاع محل ماندو بتاع المكياجات. هنعدي الممر اليمين اللي انتوا شفتوه ده وهنكمل مع بعض زي ما انتوا شايفين. بصوا هنمشي مع بعض وهنفضل ماشيين على طول، ولو لقيت برضو علامه مميزه المكان هوريها لكم. بصوا على الشمال هنا كمان هنقابل مكرونه ابو ياسر، وعلى اليمين هنا كمان ده سنتر السني، مول السني اللي بنعمل لكم منه جولات برضو كده مكياجات ولعب. هنكمل ونمشي ونفضل مكملين زي ما انتوا شايفين كده، مش هنحود لا شمال ولا يمين. هيقابلنا كمان المحل ده انا مش عارفه اقرا اسمه كويس للاسف، هنكمل بعده على طول زي ما انتوا شايفين. هيقابلنا كمان محل البشاير، انا بحاول اديكوا بس علامات مميزه تخليكم ما تسالوش حد خالص. هنكمل بعد البشاير برضو ونفضل مكملين على طول، مش هنحود يمين ولا شمال زي ما انتوا شايفين كده. كل اغلب المحلات دي يا جماعه بتبقى جمله، ولو قطعها هيزود لك حاجات بسيطه وفي حاجات جمله بس. هيقابلنا كمان محل القاضي هنمشي بعده، انا بديكوا كل ما تيجي يافطه محل زهره بديها لكم عشان ما تسالوش حد خالص. هنكمل بعد القاضي كده زي ما انتم شايفين كده، كنا خلاص وصلنا عند اولاد شحاته، ده المكان اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخدوا بنفس اسعار الفيديو. المكان يا جماعه جمله وقطعي، وهديكوا كمان قطعي بزياده 5 جنيه بس عن الجمله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش في لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.